منح مهرجان سان سيباستيان السينمائي الدولي في اختتام دورته 63 جائزة الصدفات الذهبية للمخرج الإسلندي رونار رونارسون عن فيلمه سباروز. كما حصل على الجائزة الفضية المخرج البلجيكي يواكيم أفوس عن فيلمه الفرسان البيض. وبالنسبة لفئة أفضل ممثل فقد كانت الجائزة من نصيب ريكاردو دارين وخافيير كامارا لتميزهما في أدائهما في فيلم تورمن الذي حقق نجاحا كبيرا. أما الجائزة الفضية فكانت من نصيب الممثلة الكوبية يوركاندا أريوسا عن دورها في فيلم ملك هافانا. يشار إلى أن مهرجان سان سيباستيان السينمائي يعد من أهم المهرجانات الدولية للأفلام الناطقة باللغة الإسبانية. Yo necesito un hombre. Yo puedo mandar a un chiquillo.